فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من ترك جماع زوجته أكثر من 4 أشهر دون حلف، هل يكون دون حلف؟ نعم. فهل يكون ذلك في حكم الإيلاء؟ إيه نعم، يكون في حكم الإيلاء. إذا ترك وطأ زوجته ومضت 4 أشهر فهو في حكم المولي، يوقف عند طلبها ويخير بين أن يطلقها أو أن يجامعها دفعا للضرر عنها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.